السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كنرحب بكم في هذا الفيديو الثاني في كيفاش نصوبوا غلاس بروفيسيونيل. وريناكم الكريم أونجليز في الحلقة الأولى، شرحنا لكم شرح واضح بزاف بزاف بزاف. رغم ذلك كاينين شي ناس سبحان الله ما عرفت واش كيفهموا ولا ما كيفهموا والو، واش كيسمعوا ولا ما كيسمعوش، هذا الشيء الله أعلم. انا بالنسبه للناس اللي كيجيو كيشوفوا هذا الكلاص في الفيديو الاول، قال لك الشاف واش الا بغيت هذوك لي روم اللي درتي في المثال لورانج والفريز اللي درتي، واش نقدر نطحن الفريز نديرو معهم؟ هنا كنقول لكم هذا كيتسمى كلاص، واللي كلاص كيكونوا بلي زاروم كولورون. علاش؟ لان بغينا واحد الحاجه تكون ليس. الا بغينا نديرو ديال الفريز اللي هو نطحنو الفريز ونصوبوه، هذا كيتسمى سوربي. لان هذا السوربي اشنا هو؟ هو عباره عن فروي سيرو، ماشي كريم اونغليز. دائما نفرقوا ما بين الحاجه اللي كتصوب لا كريم اونغليز والحاجه اللي كتصوب ان سوربي. بحال نجيب البيش ديالي نطحن واحد جوج كيلو نتوربينيها بالسيرو ديالها بالستابيليزيتور ديالها، غادي يكون عندي كلاص ديال في المثال فريز بيس فريج او لابريكو او جميع لي فروي. جميع لي فروي نقدر نخرج سوربي من جميع لي فروي. مي السوربي شنو هو؟ السوربي عباره عن سيرو وعباره عن ستابيليزاتور وعباره عن فروي، وكيكون ماشي بحال الكلاص. الكلاص هو عباره لان كريم انجليز اللي وريتكم في الحلقه الاولى وشرحتها لكم في الحلقه الاولى، وخليناها ها هي درناها في الثلاجه ديالنا، بات في الثلاجه ديالنا. ملي كتبات في الثلاجه ديالنا ها هي، ها نتوما شفتوها كي كتجي، كتجي شويه ثقيله. ها هي ها نتوما شفتوها كي كتجي. هذه فري كلاص، فري كلاص، فري كلاص. اللي مهم عندنا في هذا الكلاص ديالنا انه تكون عندكم لي توربين. ها هما توربينات، هادو توربينات ميزون ماشي توربين بروفيسيونيل. لي توربين بروفيسيونيل هي كبيرة، كتهز 5 يترو ديال لاكلاص او 10 يترو ديال لاكلاص، كاينه حتى ل 15 يترو ديال لاكلاص. هادو كيكونوا في المحلات المتاجر او لي باتيسري او لي كرون سورفاس ديال لاكلاص، اللي كيكون عندهم بحال هذوك الالات الكبار. الثمن ديالهم كينطلق من 3.5 ديال المليون حتى ل 11 مليون ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاينين دي توربين تري سبيسيال ومجهدين قويين. يعني واش هاد التوربين كدير نفس العمليه اللي كدير هذيك الكبيره؟ نعم، غير الفرق في الكونتيتي ديال الكلاص اللي غادي تهز. هاد التوربين ديالنا عباره عن اننا عندها واحد الباك بحال هذا، ها هو ها الموس ديالها، هذا هو الموس اللي كيكرط وكيدور لا كريم ديالنا. هذا هو الباك اللي كيبرد هنا، كتبردوا هذا الحائط ملي نشعلوه في المثال. ها هي على بركه الله، على بركه الله غادي نديرو ستار. ها هو هنا اش درنا؟ شعلنا البروديه وشعلنا في نفس الوقت، شعلنا في نفس الوقت هذه اللي غتدور لنا الموس ديالنا. ها هي، ها هي سمعوها، ها هي ما شعلناش الموس دروك. اشنو شعلنا؟ شعلنا موتور. وهذا الموتور اش غيدير لنا؟ غادي يدير لنا هنا، غادي يبرد بحال الثلاجه بحال الكونجيلاتور، غادي يبرد هاد 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 السوك. وهنا كيطلع الكلاص، هاد الموس كيدور هنا، كيدور بشكل دائري حتى يطلع لنا الكلاص ديالنا، كيدور بحال هكا حتى كيطلع الكلاص. السوربي هي عباره عن ثلاجه، هاد 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 اسميتو الاله ديالنا، عباره عن ثلاجه فيها موتور، ثلاجه وفيها موتور اللي كيدور لنا هاد الموس ديالنا على بركه الله. باش يبدا يدور الموس كنديرو هكا، كيبدا يدور الموس هكا، كيدور الموس خصو يطيح في بلاصتو باش يدور. ها هو كتشوفوا فيه، شوف نفس السيستيم في اخرى. ها هي، ها هو خدام الموتور. غادي نطفي هذه، سمعتوها
خدام الموتور ثلاجة دروكا خدامة، هنا واحد شوية غادي يرجع بارد، بارد واحد شوية غادي يرجع بارد غير حتى يدور داك الغاز. كليماتيزور باش كتخدم؟ كتخدم بالغاز باش كتعطينا الفروة. ثلاجة كتخدم بالغاز ديال البرودية باش تعطينا الفروة. كونجيلاتور كتخدم بالغاز باش تعطينا الفروة. هاد الآلات ديالنا لي توربين ديالنا كيخدموا بالغاز باش يعطيونا الفروة، وفي نفس الوقت الموس ديالهم كيدور، هاد الموس كيكر داكشي باش كيطلع لينا الكلاص. غادي نشوفوا الكلاص ديالنا ملي نخويو فيهم وملي يطلع ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نشعلوا هذه، ها هي نشعلوا هذه، وعندنا المكنه بغينا نحقوها 50 دقيقه في المثال، ها هي الا وصلت 50 دقيقه كتوقف، الا عرفنا ان الكلاص ديالنا غادي يطلع لينا في 50 دقيقه هذه كتوقف اوتوماتيك. على بركه الله غادي نخوي هنا الكلاص ديالي، ها هو نسد لا توربين ديالي، نطلق الموس. ها نتوما شوف شتوها اش كدير دروك، كدورو غير غادي تبرد غيبدا يطلع الكلاص ديالي. على بركة الله نمشيو لهادي حتى هي، نديرو نفس العملية اللي درنا، ناخدو الكلاص ديالنا نخويوه، ها هو اللي بقى لينا ملي يطلع هذا نعاود ندوزو حتى هو. ها هي الانطلاقه ديالنا، غادي بعد يعني واحد تقريبا واحد نصف ساعه حتى لساعه الا ربع غادي يطلع الكلاص ديالنا ان شاء الله، ونشوفوه كي كيجي. هذا كيجي كلاص فري كلاص، يمكن لكم ديروه في لي باتيسري ديالكم، يمكن لكم ديروه سميتو، وغادي تحصلوا على نتائج زوينين. بالنسبه للفاني، بالنسبه للفاني في هذا الكلاص نقدروا نصوبوا كلاص فاني، نضيفوا عليه مرسواد الكركاع ملي قرب يطلع هنا. طرح عليا واحد السيده واحد السؤال، قالت لي كشف ولا واحد الفاهم، هذا فاهم كيتسمى فاهم، قال لك واش الشاف واش هذاك الكلاص غادي ينزل لتحت. حنا كنضيفوا هذاك الكركاع غادي ينزل لتحت. الكلاص الا جاب الله طلع، ولحنا الا كان ليكيد بحال هكا او طلع او مازال ما طلعش وخوينا فيه كلاص، الكلاص غادي تشتت، غادي يجي حبيبات وسط الكلاص ديالنا، ما غادي يطلع لا الفوق لا لتحت، غادي يتخلط مع الكلاص، يتخلط معاه، يكون في جميع انحاء هاد الوصفه حبيبات ديال الكاوكاو، اللوز، الكركاع، بيستاش او اللي درنا. الكلاص ديالنا ملي كيبدا يطلع ها هو شفتوه، كان ما ها هو كيتجمع شويه بشويه حتى كيطلع كيضوب على الفوليوم ديالو. ها هو ملي طلع كيجي يعني شي حاجه خفيف خفيف في سميتو ديالو. ها انتوما ها هو كيجي بحال هكا رائع. مهم ما كنقلعوش من التوربين، التوربين ديالنا راه كنهزوها، كنطفيو الماكينه ونحيدو الصيلا ونخويو الكلاص ديالنا في شي بوات اللي غادي ندخلوهم للكونجيلاتور حتى نبغيو نخدمو به ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا درنا ديال الشوكولا، ها هو ديال الفريز مازال خصو يطلع بحال هكا، عاد نقلعوه. هذاك ديال الليمون ها هو طالع ان شاء الله. حنا صوبنا الكلاص ديالنا، ها هو ملي توربيناه كيجي معل، كيجي رائع رائع رائع. هاد الكلاص توربيناه دروك غادي نخليوه حتى لغدا ان شاء الله، عاد يمكن لينا نخدمو به. دائما الكلاص ملي كيتوربينا كيبات، عاد كنخدمو به ان شاء الله الرحمن الرحيم. ديال الشوكولا ديال كلهم ان شاء الله. نتمنى منكم اخواني اخواتي تكونوا استفدتم من هذا الفيديو اللي قدمنا لكم اليوم، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.